كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. متأسفة حصل ايه؟ مفيش حاجة. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه حضرتك. برضه ساكنة هنا. غريبة، ماما شفتنيش قبل كده ليه؟ أصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم، واخدين الشقة اللي فوق خالص. ياه، الله يكون في عونكم. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الأسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن أنا جودي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن أحتاجه قريب في قضية. تحت أمرك في أي وقت، وبدون أتعاب. ميرسي، وده معقول؟ طبعًا. احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم ولا عشان ما تحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقوله؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ طب اتفضلي. جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي يا باشا. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعك خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب، ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. جبت السن يا ريت؟ اهلا والنبي يا ستي. طب انزلي جاري هاتي السن. الاقي عند حضرتك معلقه سمنه. طب انزلي جري هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من أول مرة آخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجة. وأنا متجابرة وزي السكر. جبت يا بنت اللحمة؟ يا دي الحوسة، ده أنا نسيت أقول لك إن ثلاجتنا فاضية، والنهاردة الاثنين ما فيش لحمة. أنا عندي هنا كيلو ونص تحت أمرك. يا دي الكسوف، كده أول مرة وآخد منك اللحمة. لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. عايز ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اساعدك. ما علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب.
طب خدي خدي ورقة يا مساحة بيها دموعك. يا بتاعت بره. مساحة دموعك؟ ايه. طيب تعالي نلتقي في قبلة شنيعة. قبلة شنيعة. البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا شعب صلاح. اقدم لكم العيلة وعيلة العيلة. اتكلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حلاوة. يا واد وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجة جميلة. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايوه. انا ورايا رجالة. ايدي. اسمع يا دادا، يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. انزل. لا مؤاخذة. هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني ما تجيبش غموز ولا ايه؟ دي حاجة تضايق الحرية. عاجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ندي للناس وش أكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكة، أحسن أنسى كنا بنقول إيه. لا مؤاخذة، نسيت أسأل عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد منين مفتاح للشقه. ايوه. مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل. قول تقول له. طب هو نعمل دور خلاص. والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموص. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى. فاحنا خدامين ابوكوا. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم وريتنا وريتنا في الحي. ايه يا وريني؟ ايه 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 عاجبك اعمال قرايب جوز امك؟ ناس شعبيين وطبيعيين، حسوا انهم عايزين يتخانقوا قاموا اتخانقوا. شعبيين وطبيعيين؟ انت افكارك مهببه. انا افكاري هباب؟ وزبت كمان. يعمل ايه؟ ما لقاش حد يدافع عنه ساعة البيت. على كده يعني مش هنقبض مؤخر الاتعاب. لا يا ساعة البيت كامل هيت مؤخر الاتعاب. اهل المتهم عايزين كبير. عايزين يشموا من دمك ويشموا من دمك. انت جيت؟ نهارك اسود ومنيم ب60 نيلة. امسك اعصابك يا معلم ولا دايم الا وجه الله كلنا هنموت. اتفاهم بهدوء. ابقى اتفاهم بقى في القصر العيني لما شرعك. ابراهيم يا سعاده البيت انا بس هروح لغايه البيت اديهم خبر اللي انا في القصر العيني. ما تبقاش عايل يا ابراهيم. شوف حد كده هتضيع نفسك في شربة ميه. تصرفك ده فيه تأبيرك. وماله؟ اقلع اقعد جمعتين ثلاثة مع ابويا قبل ما يشتغل. مرة تحتص ويأكلوك ومرة ما تجيش ويحكموا فيها. انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ انا هعمل له نقض على حسابي يا معلم. مش هتلحق وشرفك. هقوم له محامي شاطر جدا على حسابي. سيبك مني انا مقلب. انت حسابك في الدنيا انتهى. تحب تتشايف ولا تموت سك؟ خلاص يا معلم.
احتاجيني يا حبيبي؟ الله حماده ما بتردش ليه؟ مش قلت لك ان قلبك اسود وقاسي؟ ايه ده يا حبيبي؟ مش معقول. لا خناقه بسيطه. مع مين؟ قولي وانا اعدمهم العافيه. شويه رجاله مفترين كانوا بيتخانقوا مع استاذ زميل، خسر القضيه بتاعتهم. انا تعبت منهم بصراحه، رحت قام قافل الباب بتاع اوضه المحاميين وهات يا ضرب، عدمتهم العافيه. برافو عليك يا حبيبي، طول عمرك شاه. طب يلا تعالى خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى كل لحمه امبارح. ما تخافش يا حمادتي، اطمن. يا نهار اسود، حمادتي انت بتدلعيني كمان. مش في ايدي. معلش برضو لازم اكلك بايدي. احمد انت مش وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت؟ انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات تاكسيات وبوفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ رقاصة وفيها ايه؟ تيجي وعجبتك تتمرني في السوق. الحقيني يا ام احمد انت حد مسلطتك عليا؟